جاتني فترة كده تعبت خالص، فروحت كشفت، فالدكتور قال لي ايه تعب عادي كده، فما فيش تحسن. فبتكلم انا واحد معايا فقال لي مبادرة 100 مليون صحة إيه عاملة يعني كشف للناس عربيات وحاجات وكده. رحت وتعرضت على الدكتور فطلب لي على طول تحاليل، حلل فقال انت عندك فيروس. اول ما قال لي عندك فيروس فانا زعلت وتعبت صراحه، وقلت خلاص احنا كده خلاص هي دي نهايه العالم يعني. فقال لي لا ما تزعليش احنا خلاص يعني الدنيا الحمد لله واحنا في خير، وانت هتلجئي لمستشفى عام حكومه وبعدين هم هيعملوا لك اللازم. حولنا على مستشفى الحسينيه زي دخلت المستشفى، عرضنا على دكتور باطنه، عرضني برضو تحاليل تاني، حللت وعملوا لي القرار بتاعي لمده 4 شهور. خدت العلاج بتاعي بانتظام، وكل ما اخد فتره الجرعه اروح احلل تاني كل شهر، وبعد كده اخد العلاج بتاعي بانتظام لمده 4 شهور، والحمد لله عرضوني تحاليل تاني بعد فتره العلاج وبقيت كويسه خالص الحمد لله. وانا بشكر اي حد ساهم في موضوع العلاج بتاع الناس الغلابه دول، الله يبارك له وبصرف النظر هو مين، الله يبارك له، واحنا عدنا كويسين خالص بفضل الناس اللي عملت لنا ده كله واتدخلت. وده مش كدب، ده حقيقه. الناس دي وقفت معانا حقيقه، واحنا طبنا حقيقه، ما خسرناش اي حاجه غير ان هم وجهونا للطريق الصح ورحنا الاماكن اللي هم وجهونا فيها. انا مش قادره اقول لك الناس دي كانت بتعاملني ازاي صراحه، وهنا في الحمله اللي كانت في الشوارع صراحه ما كناش نعرف اي حد، اتفضلي يا مدام ويعملوا لنا اللازم، وكانوا بيعاملونا احلى معامله ونحلل، وكنا بنبقى خايفين لا يكون في دفع فلوس واحنا معناش. بس اكتشف لي ان حتى بعض الناس اللي متواجده في المكان ان هي كانت بتساعد عشان خاطر ان احنا ما نتحملش اي مسؤوليه خالص، غير ان انا هخش احلل واطلع على المكان اللي هيبعتوني عليه. وده كانت احلى مجابله في مستشفى الحسينيه واحلى مجابله في مبادره الشوارع، كان بصراحه احلى حاجه يعملوها لنا. وكل شهر عدى عليا بتحسن فيه وبتغير فيه من الالم والتعب، انا كنت بحس انني سعيده وبدعي لاي حد وجهني لاي مكان من انا. على فكره انا اول ما عييت انا فكرت ان مش حد هيقف معايا، فكرت ان انا هكون انا متحمله الالم ده لروحي ومش هطيب منه خالص. انا بقول لاي مريض فيروس والله 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 الناس ديت بتعمل معانا كل خير، والحمد لله انا بعد تعب نفسي وفكرت نفسي هموت وهسيب ولادي لارواحهم، انا بقيت الحمد لله في صحه جيده جدا، والناس دي ما بتضحكش علينا. انا بشكر سياده الرئيس على حاجه واحده بس، ان هو حسن من نفسيتنا وادانا الامل في بكره ان احنا نطيب ونشفى. ومش اني بس، ده ناس كتير بقول لك كان الاف معايا واحنا حللنا مع بعض واتشافينا، والحمد لله حللت بعدها بسنه وباتنين وانا مشفيه من المرض ده تماما الحمد لله، وباخد تطعيماتي في المستشفى بانتظام. وصراحه اداره المستشفى في حكايه العلاج بتاع فيروس ده الحمله كانت نازله بصراحه مش قصروا في اي حد. وانا بقول لاي مريض مبادره الرئيس بالنسبه لعلاج الفيروس ده عمل خير، هو عمله في جميع الناس كلها مش احنا بس، الناس كلها تعتقد ان اي حاجه بتنعمل بالنسبه للمستشفيات الحكوميه او مبادره السلام بتاعت الشوارع ده كله حقيقه، ما قصروش في اي حد، ونوجهونا على اي مستشفى هناخد حقنا وزياده، وما هنخسرش اي حاجه غير ان احنا بنروح المستشفى وناخد حقوقنا واحنا متوصي علينا ان احنا ربنا يشفينا كمان.